لك على طريقه من غير حفظ ولا حتى تكرار. مساله زي اللي معانا دي 6 في 8 بكام؟ اللي احنا هنعمله هنشوف الرقم ناقص له قد ايه ويبقى 10. 6 ناقص لها قد ايه وتبقى 10؟ 4. وال8 ناقصها قد ايه وتبقى 10؟ 2. 4 في 2 ب 8. وتاني حاجه هنقوم طرحين الرقم من اللي قصاده مش اللي فوق، يعني مثلا نقول 6 ناقص 2 4، ولو طرحنا برضو 8 ناقص 4 تدينا 4. ثانية 7 فاضل لها كام وتبقى 10؟ 3. والتسعة 1. 3 في 1 ب 3. هنطرح السبعة هنقص 1 هتبقى 6. 9 فاضل لها كام وتبقى 10؟ 1. والتسعة التانية 1. 1 في 1 ب 1. 9 هنقص 1 ب 8. 81. السبعة فاضل لها كام؟ 3. والتمانية فاضل لها كام؟ 2. 3 في 2 ب 6. و8 هنقص 3.